هنيه من تهدم لا شن عقل طالع عرض سلطان قلت أعطيك عقل أعطني موقف قلت سويته مع أبوك وضربك عليه مضحك والله يوم سكننا بيتنا أيوه توخر مش أقول كل شيء سكننا بيتنا تونا ساكنين بيتنا الجديد حنا نقلنا من وسط الحيرية ورحنا جنوب منها يم وادي الخمرة وهنا مكان يسمى المعدل الحيرية الجديدة طبعا ديرتنا قرية مزارع وشعبان كان ابوي حاط اللي وراه واللي دونه في البيت ذا يعني ديون وشغل ايه تخبره مو بطير البنا كيف شعبي لا مسلح لا مسلح عام 1400 والله ما ادري 22 24 انا ورع اذكر اني اول ابتدائي ولا ثاني حاط ابوي مدخل باب الصاله ديكور جبس زي ذا كان يعني من حلم حياتي اني امتلك شاكوش تعرفون شاكوش تعرفونه حتى لي صوره ذاك اللي جابها الشليهيب فريق دعنا لو تشوف الصوره كامله تراني بشاكوش من يوم اني ورع امنيتي معي شاكوش شاكوش حق المسمار ذا المطرقه عرفت المطرقه امنيتي اني املكها امنيه حياتي ان ابوي يشتري لي واحد والقى العمال ناسين وحدهم يبون تو جدار الحوش ما خلص بس سكن وانا اخذ له الجبس وين حط المسيف عرفت الساطور هاكاك الثاني هاكاك وانا احط الساطور على الديكور يا انا ما ادري هي هبال ضربت الجبس وجا اقوم ادقه تخيل انها عظم ولا شيء وباكس ما ادري متاثر من كثر ما شفت العمال يبنون وراد الله ان ابوي يوضي لصلاه العصر وطالع يوم توايق علي لاني كم عمرك وقتها؟ اولى ثاني الله يريجي من اشد المواقف اللي انطقيت فيها صدق وليه استاهل؟ اول ما باشرني يا ولد تقول انه بيشوت بلنتي يا ولد ما انصدم هو من الموقف اصلا يعني انا ابني حلم حياه تجي انت تهدم بمسيف وشاكوش هذا من المواقف اللي جاني فيه ضرب مبرح انا جاني جاك صف انا تصحيب اي تلطيف انا جاني مو موقف في تبوك